طبعا بقدر ما هاي الخطوة بسيطة اللي هي إعادة قيم صاد إلى مقدارها الأصلي، بقدر ما هي بتكلفنا علامات إذا السؤال حل. ومثل هيك سؤال هو سؤال رائع، هو سؤال شامل بخلينا نفهم تماما وين إحنا رايحين. هيك تنتهي حصتنا اليوم. الله يعطيكم العافية، وإلى اللقاء في الحصة القادمة اللي بنتبع فيها من هون. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شايفين حبايبي، تكامل مادة كثير عن جد، مش عن جد، كثير عن جد، بس مادة ممتعة، مش عن جد يعني صعبة، مادة ممتعة، فيها علم، فيها إثراء للعقل، فيها إثراء للتفكير، فيها استفادة مما كان وبناء على ما سيأتي. لازم نكون فاهمين تماما إن الرياضيات اللي مطلوبة منا يا جماعة الخير هي مادة جدية وامتحاننا جدي. شفتوا امتحان الدورة التكميلية؟ شفتوه؟ كثير امتحان عن جد، مع انه كله ضع دائرة، راعى كل المستويات، الجيد، القوي، العادي، المتميز، والأسئلة حل، مش الأسئلة يلا ضع دائرة، يعني انا بجاوب شفهي واجل الامتحان على غير المتوقع. لا ابدا، الامتحان اجى متوقع تماما إلنا، وكانوا طلاب التكميلي الكويسين اللي مستوعبين الحكي كانوا 100% مستعدين لهذا الامتحان وأبدعوا فيه. وفي ناس سبحان رب العالمين كان يعني بده يحاول يقارن. هلأ أنتوا شباب وصبايا 2003 وأخوانكم اللي أصغر منكم 2004، هذا الامتحان لازم يكون مقياس لنا، مش مقياس بس لمدى تقدمنا، مقياس لما سنواجه. هل سيكون امتحاننا في شهر 7 ضع دائرة كله؟ لا، وحتى لو الأسئلة كلها بدها حل، احنا بنستعد لمادة اسمها الرياضيات، وبنتكيف مع كل أنواع وموديلات الامتحانات اللي ممكن تكون. كله ضع دائرة جاهزين له، ضع دائرة وحل، وهذا على الأرجح وعلى الأغلب واللي هو راح يصير، برضو بنكون جاهزين له، وبنراعي الأسئلة في كل المستويات، بتستطيع انه يعيد والوقت معاه لصالحه. واللي استعدوا تمام التمام بس بده شوية مراجعة ترتيب أمور، وبفوت على الفصل الثاني مرتاح وبتابع. بس بدي أنبه كل شغلة، 2004 خذوا عبرة من التكميلي ومن جماعة 2003 الآن، وبتستطيعوا البدء ببناء أنفسكم من الآن، تأخذوا مادة الفصل الأول. شباب وصبايا 2003، تعرفوا أنه إحنا بدينا الآن العد التنازلي وليس التصاعدي؟ تعرفوا شو الفرق بينهم؟ الفصل الأول كنا نحكي صرنا مداومين شهر، صرنا مداومين شهرين، صرنا مداومين ثلاثة، لسه مطولة. الفصل الثاني ما بنحكي صار لنا مداومين، نحكي ضايل لنا 5 أشهر، عدوا شوي ضايل لنا 3 أشهر، عدوا شوي ضايل لنا 10 أيام. لما بيبدأ العد التنازلي ساعتها لا نستطيع التأخير أو التأجيل. ديروا بالكم، كونوا مستعدين نبدأ مادة الفصل الثاني على طول، واللي عنده نواقص في الفصل الأول نستكملها مع بعضنا البعض. أنا بتمنى لكم جميعا التوفيق والاستفادة من الحكي اللي أنا حكيته، حتى نحضر حالنا لبناء شخصية متكاملة متزنة علمية أكاديمية، وتحصلوا النتائج اللي بتتمنوها بتوفيق ورضا من الله عز وجل أولا، وبإنجازكم واستعدادكم بعد ذلك ثانيا. إلى اللقاء في مناسبة أخرى. يعطيكم العافية.